السلام عليكم، انا مايكل راشد وانت بتشوف برنامج الزتونة. تنويه صغير بس ان الحلقة اللي انت بتشوفها دلوقتي هي مش ضمن سلسلة برنامج الزتونة في تلخيص الكتب، ولكن دي ضمن مسابقة رمضان اللي جايزتها 100 دولار. لو عايز تعرف اكتر عن مسابقة رمضان دي ادخل على اللينك اللي هيظهر فوق ده. انما بقى لو عايز تعرف تلخيصات الكتب اللي اتعملت قبل كده في برنامج الزتونة ادخل على اللينك ده، هتلاقي تلخيص لاكتر من 80 كتاب بطريقة سهلة ومبسطة، وهتحس ان انت كأنك قريت الكتاب معايا. يلا بينا بقى نشوف المتسابق اللي معانا النهاردة، وما تنساش لو عجبتك الحلقة دي اعمل لها شير عشان تزود فرص نجاحه بال100 دولار. انا معتز عزام وانتم بتشوفوا برنامج الزيتون. روايتنا النهاردة انا جبتها بالصدفة، ولكن بعد ما قريتها واستفدت واستمتعت بيها اتأكدت اني كنت هندم جدا لو ما جبتهاش. روايتنا انا انصح بيها لأي حد عايز يبدأ قراية، لأي حد شايف ان القراءة شيء ممل. الكاتبة بتاعتنا هي دكتورة خولة حمدي من تونس، صدر ليها 4 روايات، روايتنا واحدة منهم. روايتنا على صفحتها أكتر من 400 صفحة، ولكن هتجبرك تقرأ كل كلمة فيها وأنت مستمتع ومبسوط، لأنها مكتوبة باللغة العربية الفصحى البسيطة الممتعة اللي أكيد هتزود محصلتك اللغوية. كمان الحبكة بتاعتها رائعة، هتفضل طول الرواية تجمع في أفكارك وترتبها زي لعبة البازل اللي مش هتكمل إلا مع آخر مكعب، وهتفضل مشدود لآخر صفحة. أحداث روايتنا فيها أكتر من بطل، وده من مميزات الرواية، لأن ما فيهاش فكرة البطل الأوحد، فأكيد وأنت بتقرأ الرواية هتلاقي نفسك ضمن أبطال الرواية، وأنت بتقرأ الرواية هتلاقي شخصيتك ضمن بطلات الرواية. أحداث روايتنا بتدور كلها في فرنسا، ولكن أبطالها عرب من مصر وتونس والمغرب. فتاة تونسية ذهبت لفرنسا لاستكمال دراستها، وإزاي هتقدر تواجه الصراع ما بين هويتها العربية الإسلامية وبين المجتمع الفرنسي المنفتح، هل هتقدر تتغلب على ده ولا لأ؟ والمحامية المصرية اللي حاولت تلاقي من فرنسا مكان تحقق في ذاتها، اللي هتتعرض لقصة حب هتفرق كتير في حياتها وهتأثر عليها، والدكتور المغربي الباحث في علم الطاقة اللي حياته هتنقلب رأسا على عقب في لحظة واحدة. الرواية مليانة أحداث هتعيشوها لحظة بلحظة وكأنكم ضمن أبطالها. روايتنا هي غربة الأسماك. استنى، أول ما تخلص الرواية دي اقرأ رواية أن تبقى لنفس الكاتبة، هتشوف مفاجآت في الآخر. فضلا ورئيس أمرا، لو عجبك الفيديو عبر لنا عن ده بلايك، ولو عندك رأي عايز تشاركنا بيه سواء نصيحة أو مكر سيبهولنا في التعليقات وهنشوفه ونرد عليه. ولو حاسس إن الفيديو ممكن يفيد أصحابك ومعارفك شيره على الفيس والواتس وفيد غيرك. وفي الآخر لو عايز تدعم القناة اعمل سبسكرايب، وفي لينك البيتريون في الديسكريبشن. سلام.